أدبي تنال أعلى الرتب فعش قال المؤلف رحمه الله شروط الصيد بالجوارح. قال والصيد بالجوارح مثل الصقر والبازي والفهد والكلب وغيرها مما يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية كما قال تعالى وما علمتم إن الجوارح مكلمين. فأباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلب المعلم وصيد الجوارح المعلمة، وذكر أنها مثل الطيور الجارحة ومثل الفهد والكلب وغيره. قال بالشروط الآتية: أولا تعليم الحيوان الصيد، ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر. شرط إباحة الأكل من صيد الكلب ونحوه أن يكون معلما، وتعليمه أن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر. إذا أرسله يوجهه إلى الذبيحة ويطلقه فيأتمر ويذهب، إذا زجره وتوقف. الثاني أن يمسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد، فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده، أن يصيد لصاحبه وليس لنفسه. ففي حديث علي بن حاتم رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن أكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون مما أمسك على نفسي. من شرط الإباحة في الآية فكل مما أمسكنا عليكم، ومعنى أمسكنا عليكم أنه يعني لا يأكل لنفسه وإنما يصيد لصاحبه. الثالث أن يرسله ويذكر اسم الله. أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها، أن يرسل الحيوان الجارح ويسمي الله سبحانه وتعالى. ومر بنا من قبل يعني خلاف الفقهاء في التسمية على الذبيحة. الإمام الشافعي رحمه الله رأى أن التسمية سنة، والجمهور يرونها واجبة وشرطا في حل الصيد. ثم إن جمهور الفقهاء لا يوجبون التسمية على الكتابي، يعني لا يشترطون لحل ذبيحة الكتابي أن يسمي عليه، وإنما الشرط هو في ذبيحة المسلم. يعني بالنسبة لذبيحة الكتابي الجمهور يرون أنه لا يشترط فيها التسمية، وإنما تشترط في ذبيحة المسلم. والتسمية في حق المسلم تكون واجبة عليه وشرطا لحل الذبيحة. وعند الإمام الشافعي رحمه الله أن التسمية سنة، يعني وليست شرطا لحل الذبيحة، لو تركها عمدا أو سهوا لا شيء. فكذلك بالنسبة للصيد الجمهور أن الصيد حكمه حكم الإيه؟ حكم الذبائح. وبعض الفقهاء يعني شدد في الصيد أكثر من الذبيحة، يعني يقول في الذبائح يعني بعض من لم يوجب التسمية في الذبيحة أوجبها في الصيد. قال أن يرسله ويذكر اسم الله. أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها، وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله يتأول قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. يقول يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، معناه لا تأكلوا مما ذكر عليه اسم غير الله. يقول هذا هو المعنى، يعني ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يقول المعنى يعني لا تأكلوا مما ذبح باسم المسيح أو باسم الصليب أو باسم اللات أو العزة أو كذا. فهذا هو المقصود بما لم يذكر اسم الله عليه، وليس المقصود يعني أنه ترك التسمية. يقول قول بسم الله عند الذبح أنه من المستحبات. يعني هل هذا يتبادر في الذهن في اللغة العربية؟ نعم، يعني هو الإمام الشافعي رحمه الله كان من أئمة اللغة، يعني يرى أن هذا الاستعمال
والد في لغة العرب يعني. نعم. قال يوجد إذن هي الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن يكون الحيوان معلما الصيد، ومعنى تعليمه أن يأتمر إذا أمر وينزجر إذا زجر. والشرط الثاني أن الحيوان يصيد لصاحبه ولا يمسك على نفسه، وإنما يمسك على صاحبه، بمعنى أنه لا يأكل منها وإنما يصيدها ويجلبها لصاحبه. والشرط الثالث أن يرسله ويذكر اسم الله، لأن الحيوان هنا بمنزلة الآلة التي تذبح بها الذبيحة، فإرسال الكلب أو الصقر أو كذا كأنه يعني إيه هي آلة الذبح. قال وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط من شروط الصيد، فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا إغراء من الصائد فلا يجوز صيده ولا يحل أكله عند مالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وهم الحنفية، لأنه صاد لنفسه من غير إرسال وأمسك عليها ولا صنع للصائد فيه فلا ينسب إليه، لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم إذا أرسلت كلابك المعلمة إلى آخره. قال فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك. وقال عطاء والأوزاعي يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد وكان معلما. هنا نقل عن جمهور الفقهاء هذا الشرط، أي يرسله، يعني أن الصائد يرسل الحيوان ليصيد، أما إذا يعني الحيوان صاد من تلقاء نفسه انبعث من تلقاء نفسه ولم يرسله صاحبه، يعني لم يتوجه بأمر من صاحبه وإرسال منه، فلا تحل ذبيحته عند الجمهور. قال اشتراك جارحين في صيد. قال إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما أرسله صاحبه للصيد، أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر فإنه لا يؤكل، لقوله صلى الله عليه وسلم فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. واضح واضحة المسألة. إذا اشترك جارحان في صيد، يعني خرج رجل وصاحبه للصيد وكل منهما معه كلبه، فأرسل الكلبين فاشترك الكلبان في اصطياد ذبيحته، كل منهما أمسك بها من جهة، فقال فهو حلال لأن كل واحد منهما أرسل كلبه للصيد، طالما ذبيحة صيد كل منهما يحل على حدة فاشتراكهما فيه لا يخل بحل، لكن إذا كان أحدهما لا يحل أكل صيده والآخر يحل، كما لو كان أحدهما قد أرسله صاحبه والثاني انبعث من تلقاء نفسه واشترك في الصيد، وجد أن الحكم هنا أنه لا يحل. وإذا أرسل وأكل بعض الشيء هل يجوز له ذلك؟ إذا أرسل لكن أكل منه هو هنا يعني الذي مر بنا من قبل، قال فإن أكل فقد أمسك على نفسه فلا يحل صيده. قال الصيد بكلب اليهودي والنصراني. قال ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني وبازه وصقره إذا كان الصائد مسلما وذلك مثل شفرته. واضح؟ فكلب اليهودي والنصراني وباز اليهودي والنصراني يجوز الصيد به بشرط أن يكون الصائد مسلما كما ذكره. قال إدراك الصيد حيا مثل شفرته يعني سكينه، الشفرة السكين. نعم. ومر بنا من قبل يعني أن أن صيد اليهودي والنصراني كذبيحته، مر بنا من قبل أن الصائد أيضا لو كان الصائد يهوديا أو نصرانيا يحل صيده، فيشترط في الصائد ما يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. فالقصد هنا يعني أن
المسلم له أن يصيد بكلبه أو كلب مسلم أو كلب يهودي أو نصراني، يعني صاحب الكلب يعني إما يكون مسلما أو يهوديا أو نصرانيا، فهو مثل الإيه؟ مثل الشفرة، يعني العبرة بالصائد. يعني قال إدراك الصيد حيا، إدراك الصيد حيا، ترى التشبيه بالشفرة، يعني هي الشفرة أيا كان مالكها حتى لو كان ممن لا تحل ذبيحته، إذا استعملها من تحل ذبيحته حل الصيد بها، يعني حل الذبح بها. يعني لو إنسان أخذ سكينا من مجوسي أو بوذي أو هندوسي واستعملها يعني حل إيه الذبح بها، يعني ليست العبرة بصاحب السكين وإنما بالمستعمل لها، يعني الذي باشر بها الذبح. فهنا يقول يعني ان الكلب حكمه حكم الايه؟ حكم الشفرة او السكين، يعني فالعبرة بمن يصيد به، فان كان الذي يصيد به مسلما او كتابيا حلا. قال ادراك الصيد حيا، قال اذا ادرك الصائد الصيد وهو حي وكان قد قطع حلقومه ومثليئه أو تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فإنه في هذه الحال يحل بدون زكاة، أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة فإنه يجب في هذه الحال زكاته ولا يحل بدونها. واضح؟ يبقى إذا أدرك الصيد وكان يعني قد قطع حلقومه ومبيئه أو تمزقت أمعاؤه وخرج حشوه فهنا يحل بغير زكاة، لا يحتاج إلى زكاة، ويعتبر هذا تزكية له. أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة، حياة مستقرة اللي هي بمعنى أنه لو ترك لا يموت، يعني به جرح لا يموت بسببه لو ترك، لكن الحياة غير المستقرة اللي هي يعني به حياة لكن لو ترك قليلا لمات بسبب هذه الجرح، فمرات يدركه وهو حي لكن حياة غير مستقرة، يعني قد حلقومه مقطوع أو مريئه مقطوع أو أمعاؤه خارجة ومتمزقة وكذا، فإذا ترك قليلا سيموت من تلقاء نفسه. فطالما يعني هذه الجراحة هي بسبب الصيد وهي جراحة من الكلب الصائد وكذا، فإذا لا يلزم تذكير. أما لو أدركه حيا وبه حياة مستقرة بمعنى أنه لو ترك يعني لن يموت بها غالبا، فيجب هنا إيه تزكيته ولا يحل بدونها. قال وجود الصيد ميتا بعد إصابته، قال إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتا فإنه يكون حلالا بشروط ثلاث. وطبعا هنا بتكلم عن الصيد عموما، سواء كان يعني الصيد بالسهام ونحوها مما يرمى به، او كان الصيد بالايه بالحيوانات الجارحه. فاذا وجد الصيد ميتا بعد اصابته، فيقول اذا رمى الصائد الصيد فاصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد ذلك ميتا فانه يكون حلالا بشروط ثلاثه. الاول ألا يكون قد تردى من جبل أو وجده في الماء، لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق. روى البخاري ومسلم عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فاذكر الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. واضح الصورة؟ يعني الآن شخص رمى بسهم أو بالبندقية أو غير ذلك مما يرمى به فأصاب يعني الصيد، ثم إن الصيد بعد ما جرح وأصيب سقط من فوق الجبل أو سقط في الماء، ففي هذه الحالة عندنا احتمالان، يعني إما أن يكون مات بسبب يعني الرمي أو مات بسبب التردي أو بسبب الغرق. فإذا وجد هذا الاحتمال
فإذا لا يحل. يعني تلاحظون هنا الأصل في أبواب الصيد أنه عند الشك، عند اجتماع مبيح وحاضر، هنا يغلب الحاضر. يعني إذا الموت إما بسبب يبيح أكله وإما بسبب يحرم أكله، هنا نغلب التحريم. يعني إذا وجد كلبين، كلبا معلما وكلبا غير معلم، أو كلبا أرسله وكلبا انبعث من نفسه واشترك فيه، فهنا اجتمع سببان، واحد أحدهما يقتضي الإباحة والآخر حاضر يقتضي الحظر، فهنا نغلب جانب الحظر في أبواب الصيد والذبائح يعني عموما. وهنا أيضا إذا احتمال أنه يكون مات بالسهم أو مات بالغرق، يبقى نغلب جانب الحظر فنمنع أكله. قال الثاني: أن يعلم أن رميته هي التي قتلته، وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر. فعن عدي رضي الله عنه، تلاحظون يعني أكثر أحاديث الصيد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، كان يعني معتنيا بها. ثلاثة وأربع أحاديث. نعم، رضي الله عنه. فقال فعن عدي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرمي الصيد فأجد فيه سهمي من الغد. قال: إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل. وفي رواية البخاري: إنا نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه. قال: يأكل إن شاء. إذن إيه؟ مرات الحيوان يعني يصيبه السهم ويهرب، يعني يصيدون الغزلان والظباء والحمر الوحشية والأرانب وكذا، فمرات السهم يصيب الحيوان فيجرح بالسهم ويركض يعني ويجري وكذا، فيبحثون عنه حول المنطقة فربما وجدوه بعد يومين أو ثلاثة ميتا وفيه أثر السهم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اشترط عليه أنه لا يرى فيه أثر سبع، يعني لأنه إذا فيه أثر السهم وأثر سبع إذا اجتمع فيه مبيح وحاضر، يعني إما أنه مات بسبب السهم وإما أنه مات بسبب اعتداء السبع عليه، وما أكل السبع هذا مما لا يحل أكله. فطالما اجتمع سببان يعني مبيح وحاضر يبقى نغلب جانب الحظر، يعني قد يكون الذئب وجده جريحا فهجم عليه وقتله، فيكون يعني قتله ليس بسبب السهم. لكن إذا وجد فيه أثر السهم حتى لو بعد يومين أو ثلاثة ولم يجد فيه أثرا آخر للقتل، فهنا يأكل إن شاء كما في الحديث. الثالث: ألا يفسد فسادا يبلغ درجة النتن، فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع. فعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن. أخرجه مسلم. واضح؟ إذا أصابه السهم ثم غاب وجده بعد يومين أو ثلاثة، فشرط إباحته ألا يكون يعني قد أصابه نتن يعني وتعفن وكذا. وهذا الأمر قد يختلف يعني بحسب كون المكان يعني باردا أو حارا، أو في البلاد الباردة يعني ممكن يمكث مدة أطول، في البلاد الحارة قد يتعفن سريعا أو كذا. أيوة. قال الأضحية، انتهى من أحكام الصيد وانتقل إلى الأضحية. قال تعريفها: الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. قال مشروعيتها: وقد شرع الله الأضحية بقوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاي مناسبة يعني أبواب الأضحية مع قرب العيد مبارك إن شاء الله. قال وقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. قال والنحر هنا هو ذبح الأضحية، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون وأجمعوا على ذلك. قال فضلها: روى الترمذي
زي وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. هذه الحديث يعني من حديث الفضائل، وكان يعني في سنده ضعف يسير لكنه من حديث الفضائل، وجرت عادة السلف على إيرادها والاستئناس بها يعني في الحث على فضائل الأعمال والقربات، يعني لأن أصل الأضحية هو الحث عليها، هو في كتاب الله تعالى وفي ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا وردت يعني بعض الأحاديث فيها ثواب مخصوص أو كذا فلا مانع من ذكرها للترغيب، لأن القاعدة يعني أن الحديث الذي فيه ضعف يعني ولو كان يسيرا، سواء يسيرا يعني أو يعني الضعف بصفة عامة، يعني ما لم يبلغ يعني أن يكون موضوعا أو مكذوبا فيه كذاب أو كذا، لكن إذا كان يعني الضعف إما بسبب جهالة أو بسبب مثلا سوء حفظ من الراوي أو غير ذلك أو كذا، فهنا يعني كونه ضعيفا لا يعني أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. يعني وهذا الأمر نبه عليه الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم، وحكاه عن أهل العلم، أن كون الحديث ضعيفا ليس معناه أن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، يعني عندنا احتمال كبير أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لكن هو لأننا لا نجزم أنه قال فلذلك يعني هم ضعفوا. يعني سبب التضعيف هو عدم الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يكون الراوي مثلا يخطئ أو يهم أو فليس معناه أن كل ما حدث به خطأ يعني، وإنما تكرر منه الخطأ فتوقفوا في قبول حديثه وضعفوا أحاديثه لتكرر الخطأ منهم، لكن ليس معنى ذلك أن كل ما رواه فهو خطأ، فيحتمل احتمالا كبيرا أن يكون يعني قد أصاب في هذا الحديث، لكن لكونه تكرر منه الخطأ في مواضع أخرى فلذلك يتوقفون في قبول. لذلك يعني لا مانع في فضائل الأعمال إذا الحديث يعني له ما يشهد لأصله، يعني أنه مثلا يحث على فضل على الأضحية، على تلاوة القرآن، على يعني حديث في ثواب تلاوة سورة، في ثواب عمل صالح، في كذا يعني يشهد له أصل عام، يعني عندنا يعني الحديث لا ينفرد يعني بإثبات حكم يعني لا يستفاد إلا منه، وإنما يعني فضل تلاوة القرآن موجود يعني في كتاب الله تعالى وفي ما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مانع من الاستئناس بالأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب، وهذا قول عامة السلف، يعني عامة السلف أنهم يستأنسون بها في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال وكذا، لأن البعض يشدد يعني دائما بالذات في مناسبات العيد أو كذا، تجد مقالات كثيرة يعني في الإنكار على الخطباء في ذكر مثلا هذا الحديث ونحوه في الحث على الأضاحي وكذا. هذا تشديد في غير موضعه يعني، والحث على الأضاحي يعني أئمة السنة يعني أوردوا هذا الحديث وبوبوا عليه في كتبهم، يعني تجد مر بنا يعني الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهم من الأئمة يجعلون باب مثلا فضل كذا باب فضل، ويريدون بعض الأحاديث التي فيها ضعف يسير يعني، لكن لها ما يشهد لها من الأصول وكذا لا حرج. قال: حكمها الأضحية سنة مؤكدة، ويكره تركها مع القدرة عليها، لحديث أنس الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. ضحى بكبشين أملحين، قال المؤلف في الحاشية: الأملح ما يخالط بياضه سواد، الأملح وفيه بياض وسواد يعني، وأقرنين ما له قرن، ذبحهما بيده وسمى وكبر عليه الصلاة والسلام. قال: وروى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره
فقوله أراد أن يضحي دليل على السنة لا على الوجوب. لما قال يعني إذا أردتم إلى ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، معناها أن الأضحية ليست واجبة، وإنما هي قد يريد أن يضحي وقد لا يريد أن يضحي. وروي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. في الحاشية يقول المؤلف رحمه الله: وقال ابن حزم رحمه الله: لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، ويرى أبو حنيفة رحمه الله أنها واجبة على ذوي اليسار ممن يملكون نصابا من المقيمين غير المسافرين، بقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ورجح الأئمة وقفه، يعني ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى وجوب الأضحية على ذوي اليسار وهم الذين يملكون نصابا ويكونون مقيمين غير مسافرين، لكن جمهور الفقهاء على أن الأضحية هي السنة. ومما يدل يعني أي مما استدل به الجمهور على سنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، قال في الأول: هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: هذا عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمته. قال: متى تجب؟ قال: ولا تجب إلا بأحد أمرين. الأول: أن ينذرها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. وحتى لو مات الناذر فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته. إذن الأضحية رغم أنها يعني الأصل فيها الندب والاستحباب، إلا أنها تجب في حالتين: الحالة الأولى إذا نذر أن يضحي فإنه يجب عليه الوفاء بالنذر، المستحبات إذا نذرها الإنسان انقلبت واجب. الثاني: أن يقول هذه لله، أو هذه أضحية، اللي هو تعيينها، يعني تعيينها يعتبر شبيها بالنذر، يعني تعيين الأضحية شبيه بالنذر، بأنه يكون عنده غنم وبعدين يخصص شاة منها. يعني في فرق بين انه ينوي يعني انه يضحي لكن لم يعين شاة بعينه، فهذا لا يجب عليه شيء، ممكن يغير بعد ان نوى ان يضحي يمكن ان يرجع في نيته، لكن اذا جاء ففصل شاة من قطيعه وقال هذه لله او هذه اضحيه تعينت بذلك، ان هذا اصبح شبيها بالنذر. وعند مالك رحمه الله: اذا اشتراها نيته الاضحيه وجبت. وعند مالك ايضا مما يدخل في هذا الباب: إذا اشترى شاة أو يعني بقرة أو ناقة بنية الأضحية، يعني وقت الشراء كان ينوي بها الأضحية، فهذا مثل ما لو عين شاة من قطيعه وقال هذه أضحية. فالإمام مالك رحمه الله رأى أنه لو اشترى شاة بنية الأضحية تعينت أيضا ووجب عليه أن يضحي بها. لكن فيما عدا ذلك لو كنا الإنسان يعني مجرد أنه كان ينوي أن يضحي ثم غير رأيه، لا حرج عليه. قال: حكمتها وال... إذا وجد ذبيحة بدون قرون، يعني هذا سيأتينا يعني بدون قرون سيأتينا الكلام عن عيوب الأضاحي، هي العيوب التي لا تجزئ والعيوب المكروهة. قال: حكمتها. قال: والأضحية شرعها الله إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام وتوسعة على الناس يوم العيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يعني المؤلف دائما يعتني بمقاصد الشريعة، هناك مقاصد عامة للتشريع الإسلامي ومقاصد خاصة يعني في كل تشريع على حدة. المؤلف يعني دائما في كل حكم يذكر يعني سر التشريع وحكمته والأشياء المفيدة يعني في هذا الكتاب. فهنا يعني حكمة الأضحية أن الله تعالى شرعها إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام، يعني عندما
أمر الله تعالى أن يذبح ولده إسماعيل ثم فداه بذبح عظيم، تذكيرا بهذا المعنى العظيم الذي هو التضحية والبذل في سبيل الله تعالى، وتوسعة على الناس يوم العيد. حكمة ثانية وهي توسعة على الناس يوم العيد، لأن الناس يأكلون منها ويتصدقون ويهدون إلى جيرانهم، فهذا من المقاصد يعني إدخال السرور والسعة على الناس يوم العيد. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. قال مما تكون؟ قال ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة. يقول الله سبحانه ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ويجزئ من الضأن ما له نصف سنة، ومن المعز ما له سنة، ومن البقر ما له سنتان، ومن الإبل ما له 5 سنين، يستوي في ذلك الذكر والأنثى. هذه السن المجزئة في الأضحية، من الضأن 6 أشهر فصاعدا، ومن المعز ما له سنة فصاعدا، ومن البقر ما له سنتان فصاعدا، ومن الإبل ما له 5 سنين فصاعدا. وهذا السن يعني يجزئ في ذكور الأنعام وإناثها. قال روى أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الأضحية الجزع من الضأن. في الحاشية يقول الجزع من الضأن، الجزع ما له 6 أشهر عند الحنفية، وما له سنة في الأصح عند الشافعية. الشافعية يقول الجزع الضأن هو الذي له سنة، لكن يعني الجمهور يقول جزع الضأن هو الذي له 6 أشهر، الحنابلة كذلك 6 أشهر تجزي في الضأن. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابني جزع؟ قال ضحي به. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. قال والمسنة الكبيرة هي من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2، ومن المعز ما له سنة، ومن الضأن ما له 1 أو 6 أشهر على الخلاف المذكور من الآية. يعني مسنة الإبل 5 سنين، مسنة البقر التي لها 2، مسنة المعز ما لها 1، مسنة الضأن يعني اختلف الفقهاء، بعضهم يقول هي التي لها 1، بعضهم يقول التي لها 6 أشهر. قال وتسمى المسنة بالثانية، أيضا اسم تسمية أخرى للمسنة اللي هي الأعمار المذكورة هذه يقال لها أيضا الثانية. قال الأضحية بالخصي، هنا يذكر بعض الكلام عن عيوب الأضاحي وما يؤثر وما لا يؤثر. قال الأضحية بالخصي، قال ولا بأس بالأضحية بالخصي، اللي هو إيه يعني أتلفت يعني خصيتاه حتى يعني يعني يصيبه السمن، يعني هم في الغنم ونحوها وكذا، يعني مرات الناس يفعلون هذا حتى يزداد يعني سمنا وكذا، يعني ويتوقف عن الإنجاب لكن يزداد سمنا وكذا. فالأضحية بالخصي قال لا بأس بالأضحية بالخصي. روى أحمد عن أبي رافع رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، وعرفنا أملحين يعني فيما بياض وسواد، يعني موجوئين خصيين، والوجاء هو يعني بمعنى الخصام. ولأن لحمه أطيب وألذ، ولأن لحمه أطيب وألذ. لكن حكم خصاء الأنعام يعني ورد نهي عن ذلك، يعني فقهاء اختلف يعني هذا النهي نهي كراهة أو نهي تحريم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وجاء الأنعام يعني لما فيه من الإيذاء لها، البعض يرى أنه نهي تحريم يعني لأنه من تعذيب الحيوان وإيذائه وكذا، والفريق الآخر يرى كراهته، وبعضهم يرى إباحته لأنه يعني الأنعام خلقت لمصلحة الإنسان، وكما أنه يباح أكلها، فكل ما فيه يعني منفعة للإنسان يعني ليس على سبيل العبث ولا الإيذاء للحيوان، وإنما بنية يعني أنه يجعله أسمن وأحسن وكذا إلى آخره. لكن مسألة حكم يعني
أن الإنسان يغسل الأنعام وكذا، هذه مسألة. مسألة يعني الأضحية بها هذه مسألة أخرى، يعني إذا وجدها مخصية في السوق يعني تباع، فيباح يعني شراؤها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني اختار هذين الكبشين الموجوعين يعني واشتراهما وضحى بهما عليه الصلاة والسلام. قال: ما لا يجوز أن يضحى به؟ قال: ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب، فلا تجوز الأضحية بالمعيبة. وفي الحاشية يوضح يعني المعيبة التي لا تجوز الأضحية بها، قال: المقصود بالعيب الظاهر الذي ينقص اللحم، فإن كان العيب يسيرا فإنه لا يضر. طيب، من العيوب التي يعني تمنع التضحية بها، قال: مثل المريضة البين مرضها، والثاني العوراء البين عورها، والثالث العرجاء البين ضلعها، والرابعة قال العجفاء التي لا تنقي. وفي الحاشية يقول: العجفاء التي ذهب مخها من شدة الهزال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، يعني التي ترى بعين واحدة، والجمهور على قياس العمياء من باب أولى، يعني قالوا إذا العوراء التي ذهبت إحدى عينيها فمن باب أولى العمياء. وإن كان بعض الفقهاء يقول يفرق، يعني يقول لا، العوراء لأنها يعني ترى من جانب واحد، يعني من عيون الغنم كل عين في جهة، فإذا كانت عوراء فإنها لا ترى يعني كثيرا من المرعى، فيضعف يعني جسمها بسبب ذلك أو كذا. أما العمياء فإنه غالبا يعني ما يعزلها صاحبها ويعتني بإطعامها وكذا، فهي يعني يرى بعض الفقهاء يرى العلة في فيفرق بينهما، لكن الأكثر أن العمياء من باب أولى إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. والمريضة البين مرضها، وهنا يعني العوراء البين عورها، لأن العيون قد يكون فيها عيوب يعني في العيون، لكنها لا تمنع النظر يعني، فهذه لا تمنع صحة التضحية به، يعني قد يكون بإحدى عينيها يعني ضعف أو عيب أو في عينها أو كذا، لكن لا يمنعها من رؤية العلف يعني والأكل وكذا، فهذا لا يمنع. والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه الترمذي وقال حسن الصحيح. الخامسة من التي يعني يمنع التضحية بها، العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، طبعا هنا التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها يعني مما يعني قطعت أذنها أو قطع قرنها. أما التي يعني لم ينبت لها القرن فهذه ستأتينا، يعني التي يعني هي خلقتها أنها خلقت بلا قرون أو خلقت بلا آذان، فهذه يصح التضحية بها. لكن التي يعني خلقت بقرون فقطع أكثر من نصفها، أو خلقت بآذان فقطع الناس يعني أكثر من نصفها، فهذه يعني عند أكثر الفقهاء يمنعون التضحية بها. عندنا كلمة الذهلة ذهب عندكم باللام؟ نعم. لعل ذهب صحيح. ذهب أكثر ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم. قال: ويلحق بهذه الهتماء والعصماء والعمياء والتولاء والجرباء التي كثر جربها. هذه أيضا من العيوب التي يعني تمنع صحة التضحية. قال: الهتماء التي ذهب ثناياها من أصلها. الثنايا للأسنان الأمامية يعني ذهبت من أصلها. والعصماء من كسر غلاف قرنها. انكسر غلافه قرنها، يعني
كان القرن يعني له طبقة خارجية وله طبقة داخلية، فكسر غلاف القرن. والعمياء معروفة يعني هذه مقيسة على العوراء، والتولاء التي تدور في المرعى ولا ترعى، والجرباء التي كسر جربها، الجرب مرض جلدي يعني معروف، التي يعني كسر جربها. قال ولا بأس بالجماء. عندكم في النسخ بعض النسخ مكتوب فيها عجماء. نعم العجماء خطأ يعني الصواب ولا بأس بالجماء. الجماء هي التي خلقت بلا قرنين، يعني هذا الصواب، يعني ليس في العيوب، يعني ليس في عيوب الغنم عجماء، يعني وإنما من ليس من عيوب الأنعام يعني عجماء، وإنما من عيوب الأنعام التي يذكرها الفقهاء الجماء. الجماء هي التي خلقت بلا قرنين، هذا معناها يعني. فهذه لا بأس بها، نمر بنا التي قطع أكثر من نصف قرنيها لا تجوز، أكثر من نصف قرنها يعني، حتى لو قرن واحد قطع أكثر من نصفه لا يجوز، لكن الجماء اللي خلقت بلا قرنها يعني. والبتراء والبتراء والحامل، وما البتراء اللي هي مقطوعة الذنب، البتراء اللي هي مقطوعة الذنب يعني، والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته، والأصح عند الشافعية لا تجزئ مقطوعة الألية والضرع لفوات جزء مأكول، وكذا مقطوعة الذنب. قال الشافعي لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا. فنقل هنا عند الشافعية، نقل عنهم خلافا بمقطوعة الألية ومقطوعة الضرع، قالوا لفوات جزء مأكول، لأن هذا جزء من يعني كأنه يقدم يعني بهيمة قد ذهب منها جزء مما يراد للأكل. نلاحظ هنا يعني أنه في الهدي والأضاحي ونحوه أنه يعني ولله تعالى المثل الأعلى، هذا شيء تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي يعني يضحي بالمعيبة فكأنه يقدم هدية معيبة، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، الإنسان إذا كان يعني يقدم هدية لملك ولا لكبير أو كذا فيقدم له يعني شاة مثلا بها عيوب وبها كذا، فهذا مما يعني لا ينبغي ولا يليق. فلذلك يعني الذي يتقرب إلى الله تعالى إما يتقرب بالشاة كاملة صحيحة ليس بها يعني نقص يعني كبير أو كذا، يعني وإلا لا يلزمه الأضحية، لكن لا يجد غيرها لا يضح، ممكن يتصدق بها يعني، التي لا تجزئ في الأضحية ممكن يجعلها الصدقة يعني، لا يجعلها أضحية ولا هديا في الحج. الإمام الشافعي يقول لا نحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسنان شيئا، يعني في التي فقدت بعض أسنانها، يعني أنها لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في أن في إجزائها وعدم إجزائها. قال وقت الذبح هذا يقصد مثل الهتمات؟ يعني في بعضها اللي ذكر في الحديث اللي هي الأربعة هذه التي لا تجزئ في الأضاحي، والباقي يعني مما يقيسه الفقهاء على المنصوص يعني. قال وقت الذبح، قال ويشترط في الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد، ويمر من الوقت قدر ما يصلى العيد، ويصح بعد ذلك في أي يوم من الأيام الثلاثة في ليل أو نهار، ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. فعن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع أو ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. إذن بداية وقت
جزاء الأضحية أن يطلع تطلع شمس يوم العيد، ثم يمر وقت قدر إيه ما يتسع للصلاة العيد، ثم فهذا بداية إيه وقت الأضاحي. وأما نهايتها فعند غروب شمس اليوم 13 من أيام التشريق. قال أبو بردة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. روى الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلم. قال: كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد. قال: إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت عنه وعن أهل بيته، فقد كان الرجل من الصحابة رضي الله عنهم يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل بيته، فهي سنة كفاية. إذن إيه؟ شاة واحدة تجزئ عن الإنسان وعن أهل بيته جميعا، فهي سنة كفاية، يعني واحد من أهل البيت يضحي عن جميع أهل البيت. روى ابن ماجه والترمذي وصححه أن أبا أيوب رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما ترى. صار تباهون يعني في كل يضحون عن كل واحد من أهل البيت أضحية وأكثر. وطبعا العبرة بالنوايا، يعني إذا كنا على سبيل المباهاة والتفاخر أمام الجيران أو كذا فيمنع، لكن لو أن الإنسان مثلا يعني على سبيل الصدقة وكذا يعني ضحى بأكثر من أضحية ولم ينمو بها المباهاة ولا تعمد أن يرأي بها فلا حرج. قال: جواز المشاركة في الأضحية. قال: تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر، وتجزئ البقرة أو الجمل عن 7 أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله. فعن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. جزءا تشترك يعني 7 أسر، يعني 7 يعني من الأسر، كل واحد يعني عنه عن أهل بيته إما شاه وإما 7 بقرة أو 7 بدنة، ممكن يشترك 7 أشخاص في بدنة وتجزئ عن كل منهم وأزواج المسلمين وعن أهل بيته. قال: توزيع لحم الأضحية. قال: يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب ويتصدق منها على الفقراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. وقد قال العلماء: الأفضل أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث، على سبيل يعني الاستحباب، أو لكن لا حرج يعني لو أكل أكثر أو تصدق بأكثر. قال: ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخر، ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها، ولا يعطي الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله، لأن إعطاء الجازر بعض الأضحية كأجر معناه أنه نقص من أضحيته، كأنه ضحى بأضحية ناقصة، يعني جزء منها هو أجرة الجازر، فحتى لا يعطيه أجرة فيعطيه الأجرة بالأضحية، إذا جزء من الأضحية دفعه أجرة، فكأنه لم يضحي بأضحية كاملة. لكن إذا أهدى إليه، يعني أعطاه أجرته من غيرها وأهدى إليه بعضا من الأضحية كما يهدي لغيره، لا يحرم. وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه، وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت. قال: المضحي يذبح بنفسه. قال: يسن لمن يحسن الذبح
أن يذبح أضحيته بيده ويقول بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن فلان ويسمي نفسه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح كبشا وقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، رواه أبو داود والترمذي. فإن كان لا يحسن الذبح فليشهده ويحضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فقال أحد الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للمسلمين عامة. إن شاء الله توقفنا اليوم إن شاء الله عند أحكام العقيقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.